هم يمارسون حالة البكاء الشديد الذي يصل إلى حالة الجزع، إلى حد الجزع. هاي توصياتهم وهذه سيرتهم صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الحديث يقول: كل عين باكية فإنها ضاحكة مستبشرة. الإمام الرضا، الإمام الرضا عليه السلام يدخل عليه ابن شبيب، والرواية صحيحة السند. ماذا يقول له الإمام؟ رواية طويلة نسبيا، يقول في مقطع منها: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فبكي، ما تستاهل الدنيا، ما تستاهل الدنيا وما فيها دمعة واحدة. الحسين وما أدراكم ما الحسين، وسيلة والذنوب هواي شفتها ثجيلة. في هذه العشرة الأيام يكون هذا القلب آهين، ولا 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 أبدا. يحتاج الإنسان فقط إلى لحظات صدق يعيشها، إخلاص مع الحسين، ينفتح بقلبه على الحسين. الله أكبر. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابكي للحسين ابن علي. اسمع هاي العبارة، الجملة، هاي الجملة اللي تكسر المؤمن، تفطر قلب المؤمن. فإنه ذبح كما تذبح الشاة. يعني حتى الشاة ما تذبح من القفاء. وذبح معه من أهل بيته 17 رجلا ما على وجه الأرض لهم من شبيه. والحسين يأمر شيعته، الحسين يطلب من شيعته أن يبكون. رحمة الله على العلامة الكفعمي، ذكرت لكم هذه الرواية فيما سبق. في كتابه المصباح يروي عن سكينة بنت الحسين. سكينة بنت، أرادوا لها أن تتحرك، لم تتحرك. جاءوا بالصياط، ضربوها بالصياط حتى أغشي عليها. ذلك وإذا بي أسمع صوتا يخرج من المنحر الشريف: بني سكينة، إذا رجعتم أرض المدينة فأبلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي مات عطشانا فاندبوا بنتي سكينة، بلغي واجب تحية. بارك الله بكم. شوفوا هاي الليالي، خلي المؤمن يحاول بقدر ما يستطيع. شوف عندك دمعة، لا تحبس الدمعة، قول، طلع الصرخة، وانت احكي بقلبك مع فاطمة، قل: سيدتي ومولاتي، سجليه. هذا محلها. واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي، قولي لشيعتنا نوحوا على هم نصب العزاء، ونوحوا على المذبوح، واقضوا عزايكم باللطوم وايامكم قولي لشيعتنا نوحوا على
مرمي ثلاثة أيام ضامي ما شربت يا قولي لشيعتنا نوح على الله. المؤمن لما يأخذ الماء كأس الماء يريد يشرب يتوجه إلى كربلاء يقول السلام عليك يا غريب كربلاء في بارد الماء يذكروني العطش فتشا قولي لشيعتنا نوح سيدي يا أبا صالح يا حجة الله اعذرني على قراءة هاي الأبيات. هاي الأبيات راح تفطر قلبك سيدي ومولاي. أولي ولا تخلى صد وحسينا وسيدا فعل الشمر يوم على صدري داس ابن عاشوراء. هذا البيت يقرأ يوم عاشوراء خلي يوم عاشوراء. بعد يا أبا عبد الله قالوا لا تخبري بالأعوجية علي داست على صدري سكنة وشالة وصالي قولي لشيعتنا نوح على شيعة علي الحسين ما تنوصف أحواله كفاية السهم المثلث شلع قلبه شاء الله. يا الله سيدتي ومولاتي يا فاطمة عظم الله لك الأجر يا شيعة علي الحسين ما تنوصف أحوال قلبه وشاله وبقى عاري على التربان وداس الشمر صيح صيح حسين حسين حسين. هاي صرختنا صرختنا هاي الأيام والليالي. إذا تريد تطفي جمرة المصين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سيدي ومولاي لولاك بقلوبنا الله وحق قلبك المنة ثلث ما تم ولك بقلوبنا يا حسين منصوب ما تيم لذكرك يا غريب لذكرك يا غريب الغالي